يسلموا حبيبي يسلموا. عجبك معلم شو صار بالملعب بين رياضي والحكمة؟ والله عيب. ايه عيب خيي، دبكنا انا ومرتي مشكل، هو مشكل من وراهم. لا 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 شو تيري انت مع فريق ومرتك مع فريق؟ لا يا ريت، اصلا انا مرتي ما بتحضر باسكتبول. وعشو المشكل؟ اوكي خيي قلنا انا قلت هيك بحضر هالصبي شوية باسكتبول لحتى اعرفه على اللعبة ولحتى يفوت باجواء اللعبة هيك شوي شوي بركي بيتعلمها. كبر اسم الله. ايه عرفت كيف؟ دورت له هالتلفزيون اذن انا احضر الماتش، بلش الماتش هيك ودبك لك المشكل. المشكل دبيك. بعرف حضرت انا بعرف الماما، انا عم خبرك عن المشكل بس لا تخرنت انت ومرتك، ما فهمت بعد. هي ما وصل لك بالحديث. بتفوت المرأة هيك بتطلع هيك بتلاقي التلفزيون بوجهها، بتطلع بتلاقي العالم عم تخبط بعدها. بتصرخ لك فيه صار. شو عم بتحضروا للصبي؟ كم مرة قلت لك ما بيحضروا مصارعة؟ والله عم بخبط أصحابه بالمدرسة. فنجرت لك فيه هيك، قلت له يا عمي أنا ما عم بحضروا مصارعة، هذا ماتش باسكتبول. عم بتكذبني عينك بنت عينك. هيك اللي هيك وقناها أنت إنه هذا ماتش باسكتبول مش ماتش مصارعة. يا خيي بيني وبينك مرتك معها حق. اللي شفناه بالملعب مش بس مصارعة حرة معلم، مصارعة سيران هيدي. معها حق. ما حق تزعلش، معها حق. هي المشكلة إنه معها حق.